بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على وصلى اللهم على سيدنا محمد ولا ليلود سلام يا مركلة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبرنامج كي وين كجاه لنقي سوين كالنبي ده ما أنت جدا بيسوي حن سو قال نبي الله آدم أو ملائكته السجود أو إبليسنا لعنة الله عليه الديدين السجود إلهي مركو يدي إبليس كل إبليس هو محد السجود ويدي إبليس هو شاق سببت السجود وهي إبليس هو حلو إلهي وأنيقا كفي عن آدم كفي عن أنيقا دبا ديقا أبورتا إساق عيد باد كابورتا أنا كفي عن أما بقى أسجد لمن خلق تطينا ما واحد عيد كابورتا لو قبنا نو دب إيقا أرورتي أنيقا دب إيقا أبورتا نو السجود سيدا مركو يدي إبليس إلهي سبحانه وتعالى وإريي جندي وكتر وكساري بحبا لغيري إبليس هل عدسيو كليو إلهي ويدستي عدسيو إلهي ويدستي واحد إلهي إلا يعني وحرب أنا دي النوالي سيسو أنا مركا إلهي وكوء قول هذا وكوء قول هذا إلى يوم وقت معلوم مالين إلا مالين تلقاري قيامها إن لو قول هذا إنو أدون كان كون نوال هذا شقد قبانا ينو الشيغو إلهي وحن سمعين دونا حق هري حق الدنبب وانك جاي من دونا لأقعدن لهم صراطك المستقيم بسورة الأعراف طريقة توس توسن بنو فريسان دونا سورة الحجر وزينن لهم في الأرض للك أيان أقول حين دونا ولأقوينهم أجمعين دمان تودوان لمن دونا حق كلو سورة الأعراف الآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم عن أيمانهم عن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين حق هري حق الدنب مدق يبدح بوانك جاي من دونا انتو ذا بدن كوما ما حدنك دونان الى هي بحبو يلي الامل انك وحي الله سبحانه وتعالى عذيك يوحي كراعبة جهنم ايان كبو حين دونا ابليس مركا وكا حلقا سؤالين تسكو دامات آدم حقو قلا آدم حلو ابو ري حاس كيسي حا واحد الى هنا سبحانه وتعالى وحي يلي آدم مركو دي وشيكت عدو تنمدي ابليس وقرتين عدو يهي آدم إذا يقول إنك عدو جمارت إن هذا عدو لك ولزوجك أذيك ويان عدو جاري حاس كاري شندان إذا تشينا يا فكلا منها حيث شئتما وحضر رقدا انتظر ربتان وحضر ربتان كعنا لكن حلول ولا تقرب هذه الشجرة هل جيدنا ودواننا يجي شندي بالجي وحد دونتان عنا بالجي كل راح يستبالجي هل جيد قرار هؤلاء وانها عنا حتى لما أورن أدواننا الوجري إبليسنا وحلول نكاس وعذوبنا إسكالالية إبليس مركا وحبلا بالشقديس الشقديسنا وحيهيد إنه كبلا بارتنو يقع عنسية جيدكي مدان وسواسين يو وسواس كتوري إن بدن بإسكالالية إنه راعان إبليس لكن معلنتي دنبه وأدارت وحكولي وما نهاكما عن تلكما الشجرة إلا أن تكون عن هذه الشجرة إلا أن تكون ملكين أو تكون من الخالدين إلهي وحيد كدير بيك أن لبا ملك نقطان يوليقين نولاتان وحاسدون كدير آخر كي وقاسمهما وأدارت مركا هذا محلق سور إنو جدي أنيقو إسمان لهين قبا إلهي كداران أيا بين وقداران سادر تدور هميي ee geedkii lagu yiri ha cuninana wuxuu ku waswaasiye xaawiye aadam inaan cunaan fa akala way cunaan marka fa badat lahumu sawaatuhuma marka waxa dhacay cawradoodii markii horad ka asturnayd ayaa u muuqatay watafiqa yakhsifan alayhima min waraqi aljannati wahiblaban in ay marka isku dhadhajiyaan waraaqihi caleemihi jannada deedna ilaahay uu la hadlo xulnaadahuma rabbuhuma ولعلم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقول لكما إن الشيطان كان لكما عدو مبين ما رأت الشيطان كعدو بيدينها محاذو الرعدين ما رأت يا شيطان مركا شيطان قوش يقول رسول كقلي آدم يو وحي النقطي يحاوى إنه جيد كيو عنسيو إلى هنا سبحانه وتعالى دالما أبلا لقى لحاوية آدم haddii ay geedka cunaan in laga saarayo jannada ilaahay subxaanahu wa ta'aala uu ka soo samir ku dhimaa geedka uu cunteen intii aan jannadii laga soo saarin sidii ibliis meesan kibrin oo ma oran ilaahay waan cunaynaa waxay dhahdeen ilaahay dabteeda rabbana dhalamna anfusana ilaahu naftayda aan dulminay
وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين هدونا نون حريصاً وأنا نودن بدافنا إلهي وصاصاً يعني كل منا إله الظالمين مرهبنا نقول إله هو نكون توبت كان إله توبت إذا أقبل إله توبت دودي وأقبلي لكن حكولي كمتر إسان جنة كبح أذي حاوي آدم با إدادنا واللغي سو صاري جنة دي وحالا كان أدون كان إبليسنا أدون كان على كاني هل كاس با وحكا برامتي دقال كي ديرا إلا ما أنت الصعدة إلا ما أنت بلوذي دقال كاسي وحويا دقال كأبدحيي حزبي شيطانك إبليس ماذا حذكها يحزبي إلهي آدم ماذا حذوها ساسو دقال كوكبلا ما أدون كان لسودتي حقيت له لقصودتي تدكو حبي الشيخ شيغان قاربا إلى إنديا لقصودتي قاربا إلى عرفا لقصودتي وحجروا أو عادي مترتو وحن باترتو قرآن كو شيغي إن لقل كان لكياني حاوي آدم laga soo saaray jannadii ku jireen ibliisna usna soo raacay halka la isla yimid shaqadii dagaalka uu bilaabay dagaalkiina uu socdo ibliisna maalintii wuxuu yiri dariiqa saxan fariisanaya dariiqii saxan binaadmiga u fariistay ilaahayna wuxuu ku dhumay ku raaca adigii ibliisuba wuxuu ku raacaba naarta jahannamaan ka buuxinaya sidii wax aadam adduunkan ku yimid adduunkan ku caruur ku dhalay caruurtiisa baa u tarmay yacni way ku koreen dadna in muddo ku noola intu noolaa iyo waqtigu ku noolaa ilaahay baa og laakiin aakhirkii allah subxaana wa tacaala uu oofsaday intee buu ku noolaa adduunyadan lama garanayo xaggee buu ku dhintay xaggee baa lagu aasay waxa qiima ay nooma lahay inaynu ogaano taariikh cad oo inoo sheegisaana ma jirto qisadii nabiyullaahi aadam wataa horta maanta ibliis roundkii hore ee ahaa inuu ka soo saaro jannada uu ku guuleystay laakiin maxaynu ka faa'iidayna ana diin sheega waxaan ka faa'iidayna waxaan ka faadnaa number 1 inaanu kibar ku fiicnayn waayo ibliis waxaa geeyey nacdashu inay ku dhacda wuu isla weynaaday ilaahay subxaanahu watacaala abuuray ayuu iskala ayuu amarkiisii diiday markii la weydiiyey sababta u diideyna wax kale mahayn wuu kibray kibirku markaa ma fiicna sababtu aadam naftiisa u badbaadiyey waxayn aadanmuusan kibrin aadam wuxuu ogaaday inuu qaldamay xaa wuxuu ogaatay inay qaldamaan ilaahay bay gacmaha hoos dhigtay waxa ilaahay u dembigeega dhaaf ibliis wuxuu may ma hoos dhiganaya ilaahay kuma barayo waan isla weynahay weliba waxaan ka shaqaynayaa addoommadaada adigu aad abuuratay inaan ka shaqeeyo inay ku caasiyaan dadna sidiibu adduunka ku yimi laba xisbiga markaa jira xisbigii shaydaanku maalinta yacni usoo dhaartay inuu samaynayo iyo xisbigii nabiyullaahi aadam madaxda ka ahaayo ahayd muminiinta iyo dadka ilaahay garanaya ee dariiqiisa haysta taasaa socon doonta silsiladda sheekooyinkan aynu ka sheekayn doono muddada soo socotana waxaad arki doontaan dagaalka ibliis xisbigiisa u dhexeeya iyo dagaalka xisbiga ilaahay u dhexeeya oy nebiyadu ay madaxda ku yihiin mar kastana waxaad ogaan doontaan guushu waxay raaci doontaa kuwa ilaahay subxaana watacaala diintiisa qaata diintiisa u halgama dariiqiisa qaata guuldaraduna waxay ku dhici doontaa kuwa xisbiga shaydaanka raaca kuwa ilaahay caasiya kuwa kibirka badan labadaba nu arki doonaa ujeedadaynu ka leenahay marka waa maxay inaynu kibirkana yarayno toobadana badsanno dariiqa aadam raacno dariiqa shaydaan aanu raacin haddii alla yidhaahdana waxaan u iman doonaa qisada qisadan ku xigtay insha allah maalinta soo socota waa qisada nabiyullaahi nuux haddii alla yidhaahdo haddii alla yidhahdo inu bilaabi doonaa maalintan maalinta ku xigta aad iyo aad baan idiin salaamaya asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.